نشكر حضراتكم دايما على تفاعلكم خلال الحلقة. الهاشتاج بتاعنا النهاردة السوبر اندرسكور طارق اندرسكور العشري، كابتن طارق العشري النهاردة داخل ضمن الأعلى تداولا على تويتر. بنشكر طبعا حضراتكم، بنشكر تفاعلكم معنا وكابتننا كابتن طارق بكل تأكيد. كابتن طيب خليني أسأل لحضرتك كده كام سؤال سريعا من على تويتر. أنا عندي سؤال حلو قوي، أحمد شيتوس بيقول لو أنت مدير فني منتخب مصر قدامك فرصة إنك تختار واحد من اثنين يكونوا في المنتخب، تختار حسام غالي ولا طارق حامد؟ الاثنين مع بعض يكملوا بعض. يكملوا بعض. طيب مارتن بيقول تفضل التدريب داخل مصر ولا خارج مصر؟ لو في فرصه خارج مصر انا بفضلها. بتفضل. انت مقفول صح؟ انا نفسي ننطلق خارج مصر، يعني نوسع القاعده. ليه تجربه الهلال السوداني لم يكتب لها النجاح؟ وليه الناس انتقدت حضرتك وعملوا بيان؟ انا ماشي ناجح الحمد لله رب العالمين، يعني نكون لعبت مباريات كسبان 7 من أصل 8، احسن خط هجوم، احسن خط دفاع. انا مشيت زي ما قلت يمكن قبل كده احتراما لنفسي بشكل كبير جدا، لان إيه اللي حصل؟ ما بحبش التدخلات في عملي. وانا راجل بشتغل من دماغي، ولذلك خدت بعضي ومشيت. لما حسيت ان هناك في تدخلات في عملي خدت بعضي ومشيت. ايه بقى؟ تلعب اللعيب الفلاني وتطلع اللعيب الفلاني؟ يعني حاجات من هذا القبيل. يعني صداع. وانا ما بحبش الكلام ده، بحب اشتغل في اتموسفير جيد، على اساس ان انا ما اشتغلش كمان حتى بالقطعه. انا مشتغل موسم كامل. فلما حسيت ان الكلام ده مش هيتوافق معايا خدت بعضه ومشيت. عملوا بيان، هم انتقدوا في عملوا بيان، ويمكن انا طلعت ترديت على هذا البيان. ان انا ما مشيتش زي ما بيقولوا كده. كان معايا رئيس جهاز القطاع الرياضي وابلغته ان انا بكره مش جاي، والراجل هو يعني كمان حتى هو انت عارف، انت لما بتحس ان الناس يعني ايه من بعد البطوله الافريقيه وان انت مش هتنفذ السياسه، في ان بيتلككولك. طب ولا انت بقى ايه؟ احترمت بنفسي. انت بقى ايه؟ انا العمليه اصلا مش مستاهله، انا لسه احترمت نفسي بشكل كبير جدا. وانا دايما يعني اكون واضح مع نفسي. انا ما يهمنيش الفلوس على قد ما يهمني النجاح. اي واحد تاني مكاني كان ممكن ينفذ سياسه ويقعد. مش انا. ايه اللي حصل لإنبي السنه دي؟ طبعا انا يعني مش لامم، لكن إنبي طبعا من الفرق اللي بتنظر لها، من الفرق الكبيره اللي طلعت كبيره، يعني عندها امكانيات جيده على الصعيد المادي وعلى الصعيد البشري. يعني مكان تستطيع انك تخلق منه فريق جيد، وده يمكن اللي احنا مرتين اللي رحتهم الحمد لله رب العالمين كان هناك في طفره كبيره جدا يعني مع إنبي، اخرهم كان السنه اللي فاتت ودخلنا فيها، حققنا المركز الثالث ودخلنا فيها البطوله الكونفدراليه. لكن المنحنى البياني بينزل، الظهر ماشيين سنه وسنه، سنه يبقوا فوق وسنه يبقوا تحت. فانا اتمنى ان هم يعودوا، اتمنى ان هم يعودوا بسرعه بشكل كبير جدا، خاصه ان هم عندهم لعيبه جيده جدا وعندهم استقرار اداري بشكل كبير جدا، اتموسفير تستطيع انك تعمل فيه بشكل جيد وانك تحقق فيه نتائج بشكل جيده جدا. بسالك، صالح جمعه ليه ما اشتغلش مع الاهلي كويس؟ ما نورش ليه مع النادي الاهلي؟ طبعا انا مش عارف طبعا، لان في فتره صالح اشتغل فيها كويس واعتقد مع بيسيرو وخلق لنفسه مساحه ومركز كويس جوه الاهلي. يعني صالح من اللعيبه الجيده كمهاريه. اللي انا متخيله ان هو ناقص ان هو يخش في النطاق التكتيكي. والمدرب دايما بيحب اللعيب الملتزم تكتيكيا داخل الملعب. بالاضافه اعتقد ان هو حدده مركزه ان هو اللعيب البديل لعبد الله السعيد. اعتقد لان هو لان لما غاب عبد الله هو اللي لعب، هو اللي لعب مكانه. وهو امكانياته داخل الملعب هي دي امكانيات اللي تستطيع انك تطلع من صالح شيء اللي هي تحت الاسترايكر. اولا بصير جيد، عنده رؤيه كويسه جدا، مراوغ جيد، عنده حلول في الثلث الاخير. يمكن الواجبات الدفاعيه بتاعته مش عاليه، لكن برضه مع ولد صغير تستطيع انك تعوده بشكل كبير جدا. محتاج ان هو ينمي من قدراته التكتيكيه ويقعد مع المدرب انه يشوف هو عاوز ايه، يقرا دماغه ويحاول بقدر الامكان ينفذ له. والمدرب بيشوف اللعيب اللي بينفذ له هو نمره واحد عنده، خاصه الاوروبيين. الاوروبيين صحيح، يعني مش عندهم العاطفه بتاعتنا.
لا لا هناك عنده شغال وبينفذ لي معايا، مش شغال على طول. انا عارف ان حضرتك ما قربتش خالص من مارتن يول زي ما قربت من مانويل جوزيه، لكن اللي دلوقتي اللي الناس بتقوله انه مارتن يول في من شخصيه مانويل جوزيه او في من بدايات مانويل هو جوزيه اكيد طبعا عارف، في لا اكيد عارف وقاري ان هو جاي على نادي كبير محتاج الصفات اللي انت بتقول عليها دي، الصفات اللي انت بتقول عليها دي. صفات مانويل جوزيه. ايوه الصفات القياديه، الشخصيه القياديه اللي اللعيبه تحبه وتهابه، الاثنين وان اللي مع يبقى في بعض دول وان في احترام بينه وبين دي معادلة صعبة يا كابتن. طبعا معادله صعبه، اللعيب يحبك ويهابك، بس مش هيحبك ويهابك الا لما يلاقي عندك شيء انت كمدرب، لان ثقة. اذكى واحد في المنظومه هو اللاعب، يستطيع ان يحكم على مدرب جيد او غير جيد. ولاد لذين لعيبة الكورة لا كمان. طبعا، ولما يعني تفطس، وخلينا نقول يعني بكل صراحه، اللعيب اللي بيلعب المدير الفني ده عنده احسن واحد، واللي ما بيلعبش يقول لك ده ما بس عندوش. والله يا كابتن انا اقول لحضرتك على حاجه، لا احيانا اللعيب يصل بيه درجه الاحترام والتقدير للمدير الفني الى طبعا حتى لو انت مش هتلاعبني، بس انا مقتنع يعني مقتنع ان اللي موجودين كلهم في الملعب انت مختارهم بالعدل وهم احسن مني. بس قليلين قليلين. طيب ماشي. قليلين، دي تجربه. هتلاقيه لما يجي يلعب هيبقى المدير الفني احسن واحد، واللي هيقعد اللي كان بيلعب بيقول لك ده. طيب خليني انا وصلت معاك الفقره الاخيره، وفقرة اخيره بيبقى دايما فيها اسئله اختيارية، فيها اختيارات لكن إجابة حضرتك مهمة جدا بالنسبة لنا وإجبارية بكل تأكيد. أنا فيهم؟ اسمي موجود عندكم في اسمي الكشف. موجود. أفضل فتراتك التدريبية حرس الحدود إم بي أهلي بنغازي. ثلاثة. التلاتة مع بعض. ماشي. يعني أفضل هي من التلاتة، لأن الأول إحنا حققنا كؤوس. يعني هي بالترتيب زي ما أنت زي ما أنت عاملينها، كؤوس في الحرس، ثم طفرة في إم بي، ثم في نادي اهلي بنغازي برضه طفره كبيره جدا يعني. ماشي. افضل مباراه في مسيرتك التدريبيه، الاهلي والحرس نهائي الكاس 2010، الاهلي واهلي بنغازي 2014 عملت ماتش جامد قوي، والاهلي وام بي 2015. الاهلي والحرس والاهلي وبنغازي. ما تقدرش تدينا واحده منهم؟ الاثنين القريبه قوي قوي يعني، اللي قريبه طبعا قوي منه. طبعا يعني اصل الاثنين في موقفين، واحده خدنا فيها كاس. واحدة ده طبعا بعتوا النادي يعني الاهلي. ده كاس غاليه جدا، واحده دخلنا فيها دور المجموعات، وكانت اول مره في اهلي بنغازي يخش دور المجموعات، وعلى حساب مين بقى؟ وعلى حساب النادي الاهلي، واخد بالك؟ فالاثنين يعني الموقفين يعني لهم طبعا يعني قيمه كبيره جدا. ماشي. تتمنى تدريب الاهلي، منتخب مصر، الزمالك؟ طبعا يعني الاهلي، منتخب مصر، الزمالك. ايوه طبعا مدرب بيضع في حساباته اولويات، واي مدرب بيتمنى ان هو يدرب منتخب، اي مدرب يعني مصري صحيح. بيتمنى ان هو يرتقي لقمه العرب وان هو يدرب منتخب، ثم الاهلي، ثم الزمالك، ثم الاهلي، ثم الزمالك. ماشي. افضل مهاجم حاليا، عمرو جمال، مروان محسن، حسام باولو؟ يعني مروان وحسام الاثنين بيشتركوا في افضل مهاجم، الاثنين كل واحد مؤثر في فريقه بشكل كبير جدا. عمرو بعد شويه، حضرتك عايز تقول عمرو بعد اهو. ماشي. اللي بعده، افضل مدرب هذا الموسم، كارترون مع وادي دجله، وعلى فكره بالنسبه بالنتائج عم حقق نتائج كبيره جدا، مارتن يول مع الاهلي، كابتن حسام حسن مع النادي المصري؟ لو هتحكم بالموسم يبقى حسام. بالموسم. يعني موسم قارب على اعتبار انه ماسك الفرقه من اولها، وهو حسام دلوقتي عمل معاه 45 نقطه مع النادي المصري، عمل وده طفرة مركز ما كبير، وصلوش. عمل طفره كبيره جدا مع النادي المصري في السنه اللي مسكها حسام، على افضل تواجد بعد يعني ما انطلق الموسم ونتائج. هيجي في الترتيب مدرب وادي دجلة، كارتيرون، ثم مارتينيو. بشكرك على موضوعيتك، على فكره اجابتك موضوعيه ومقنعه الحقيقه يا كابتن. افضل محترف حاليا ايفونا مايو كاستالي؟ ستالي. ستالي. ماشي. حاليا ستالي. حاليا، لانه فارق مع فرقته بشكل كبير جدا. لسه ايفونا يعني مستنيين منه بشكل كبير، مايوكا نفس الكلام. افضل مدرب في تاريخ الكره المصريه، جوهري، حسن شحاته، جوزيه؟ طبعا سؤال صعب ده.
سؤال صعب كبير جدا. يعني كل اللي انت بتتكلم عليهم دول يعني ليه علامه مضيئه في الكره المصريه. انت بتتكلم بقى كابتن على تاريخ الكره المصريه. مفيش شك طبعا يعني كابتن جوهري بالنسبه لنا قيمه وقامه كبيره جدا. كلنا بنبص احنا كلعيبه سواء مدربين ان احنا نكون كابتن جوهري. كابتن جوهري. وبعد كده كابتن حسن شحاته طبعا حقق ما يمثل الاعجاز للمدرب المصري واللي رفع قيمه المدرب المصري. 2008 و2010 مستر مانويل جوزيه يعني حبيبي الى قلبي فشهدت فيه مجروحه. ما كلمت قريب؟ ما كلمتوش. لا لا ما كلمتوش. لا يعني هو شهدت فيه مجروحه لان هو طبعا احد العلامات كمدرب اجنبي من بعد هيدي كوتي اللي اثر في النادي الاهلي. وبعدين المشكله مش اثر بس كتدريب، اثر كمان مع الجماهير جماهير الاهلاويه. يعني حتى الان الناس تذكره بكل خير. طيب عايز اخد من حضرتك كلمه اخيره بقى للدوري المصري، وهل تراه ممتع ولا لا؟ وده اخر سؤال. يعني انا اراه يعني تقليدي. يعني ما وصلش لدرجه الامتاع. لان انا كنت متصور يعني ان القاعده في المنافسه هتزيد. لكن اصبحت المنافسه اكثر على المركز الثالث هي اللي محصوره بين اربع فرق. وده لان اعتقد ان المنافسه قد تكون قريبه جدا للنادي الاهلي في الورقه الاولى او المرتبه الاولى. اللي تحت اعتقد يعني المنافسه يعني بصيص من الامل بالنسبه للشرطه. فانا عشان كده بقول لك تقليدي بشكل كبير. انا كنت اتمنى تبقى في منافسه على كل المراكز، ما حدش يتطح مين هينزل، مين هيحتل المراكز بشكل كبير جدا، مين هياخد البطوله. صحيح. كابتن طارق انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انك شرفتنا ونورتنا وقبلت الدعوه واديت لنا حلقه مميزه جدا جدا. ربنا يبارك فيك. وظهورك دايما بالنسبه لنا اضافه الحياه كابتن طارق. ربنا يبارك فيك. متشكر جدا. اشكرك. شكرا. اشكرك واشكر اسره البرنامج. وان شاء الله يعني مديد من النجاح باذن الله. اشكر حضرتك. شكرا جزيلا كابتن طارق عاشور المدير الفني المحترم والخلوق. دي كانت حلقتنا النهارده من السوبر. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. ان شاء الله باذن الله اشوفكم يوم السبت في حلقه جديده من السوبر الساعه 12:30 زي ما هو معادنا دايما متعودين مع حضراتكم. سلام عليكم.